بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله راح نحكي على البي اف تي أو Pulmonary Function Testing أو Lung Function Testing، فحص وظائف الرئة. There are different indications for the pulmonary function testing. These include first to determine the cause of a breathing problem، يشوف المشكلة إذا مشكلة تنفسية، حاول نحدد السبب مالتها. Second to help in the diagnosis of certain lung diseases such as asthma. And also in the preoperative evaluation, that a patient needs surgery and there must be a preoperative assessment for the fitness of the patient. شوف يتحمل العملية أم لا. الindication الآخر إنه to check the lung function of a person who is regularly exposed to substances that can damage the lungs. نفحص وظائف الرئة للأشخاص المعرضين إلى تلف الرئتين بحكم عملهم via chemicals or materials that may cause destruction to the lung. مثلا الناس يشتغلون بالمناجم بالمعامل الطابور بالأسبستوس and so on. Also it is used to check the effectiveness of a treatment given for a patient. مثلا شخص عنده أزمة and you prescribe medication، فنريد نعرف انه هذا الأدوية اللي تفيده أم لا، انه نسوي serial pulmonary function testing. In practice, there are different types of pulmonary function testing. These include the spirometry, the diffusing capacity of the lung for the carbon monoxide, exercise PFT, oxygen saturation, and methacholine challenge test. The spirometry هي الطريقة اللي نستعملها حتى نقيس the lung volumes and capacities. الطريقة اسمها spirometry. الجهاز اللي نستعمله نسميه spirometer. والجراف اللي يطلع من هذا البروسيس نسميه السبيروغرام. فلازم نميز بين السبيرومتري اللي هي البروسيس والسبيروميتر اللي هو الديفايس او الانسترومنت نقيس بيها، والسبيروغرام او السبيروغراف اللي هو البيبر اللي بيها المخطط مالت اللانج فوليومز اند كاباسيتيز. بالنسبه للديفيوزن كاباسيتي اوف ذا لانج فور ذا كاربون مونوكسيد او دي ال سي او او نقدر نفضها الديلكو، هذا التست نستعمله حتى نقيس الديفيوجن كاباسيتي مال الغازز اكروس ذا ريسبيراتوري ميمبرين. احنا نعرف انه اول شيء بالريسبيريشن لازم يصير فنتيليشن، يدخل الهواء ذا لانج، بعدين يصير ديفيوجن اوف غازز فروم ذا لانج تو ذا بلاد اكروس وات از كولد ذا ريسبيراتوري ميمبرين. فاحنا اذا نريد نفحص كفاءه الديفيوجن اكروس ذا ريسبيراتوري ميمبرين نستعمل هذا التست اللي هو اسمه ديلكو. التست الثالث هو الاكسرسايز بي اف تي. هذا نستعمل ايش وقت؟ فرض عندنا patient with the clinical suspicion of bronchial hyperresponsiveness عند تحسس قصبات. Let's address the symptoms medically. فراح نسوي له exercise انه يصعد على التريدميل ويركض بسرعة خفيفة فنعرضه الى اجهاد. قد تطلع عند اعراض التحسس بعد الاكسرسايز تيستينج. نقدر نستعمل كذلك ميثاكولين تشالنج تيست او البرونكيال بروفيكيشن تيست، نجيب ماده مهيجه للحساسيه مثل الميثاكولين نعطي للبيشنت عندنا سسبشن انه عنده حساسيه قصبات فقد تظهر عنده الاعراض. التست الاخير هو الاوكسجين ساتوريشن، هذا يقيس نسبه تشبع البلاد او الهيموجلوبين وذ اوكسجين، وهذا ان شاء الله نقدر نحكيه ان شاء الله بالتفاصيل. هنا نشوف different types of spirometers اللي هي الأجهزة اللي نسوي بها السبيرومتري. اللي ديفولت هو ال conventional spirometer التقليدي القديم اللي هسه obsoleted اللي ما حد يستعمله بس لأغراض البحوث. الجو هو طبعا النسخة الأحدث الإلكترونية اللي هو بيستعمل بالمستشفيات والمراكز البحث، كذلك حتى مختبرات كليات الطب موجود عندنا المختبر. الفكرة بالسبيرومتري خلينا نفهم انه ليش الاسبيريشن يكون upward deflection والاكسبيريشن يكون downward deflection. اذا نجي على الجهاز نشوف التست سبجكت يتنفس عن طريق تيوب، هذا التيوب كونكتد انتو او كونكتد ويز الاير تشامبر غرفه هواء سراوندد باي ووتر حتى يحكم اغلاقها، وفوقها موجوده انفيرتد سلندر هاي اسطوانه المقلوبه. الانفيرتد سلندر كونكتد عن طريق نظام بوليز بكرات بقلم ستايلس. هذا الستايلس يأشر على ورقة تفتر رولينج بيبر بسرعة محددة، فمن يتحرك القلم راح يعطيني مؤشر
هذا المؤشر اقرا وراح يسوي لي ما يسمى بالسبايروغرام. اذا صار انسبيريشن تيست سبجكت اخذ نفس، من اخذ نفس بده يسحب الهواء من الاير تشامبر الموجوده بالجهاز، فحجم الهواء اللي هنا راح يقل، على اثرها الاسطوانه راح تنزل لجوا. من نزلت الاسطوانه لجوا راح تنزل الحبل، وعن طريق البكره القلم راح يصعد لفوق، فنشوف الانسبيريشن الديفليكشن يكون ابورد. اما بالاكسبيريشن التست سبجكت راح ينفخ ويضخ هواء للاير تشامبر فيزداد الفوليوم اوف اير، على اثرها السنده راح تصعد لفوق، والقلم ايش راح يصير بيه؟ راح ينزل. فنشوف الاكسبيريشن الديفليكشن يكون داونورد. فهذا مش الصراحة انه الانسبيريشن يكون ابورد ذات ديفليكشن والاكسبيريشن داونورد ديفليكشن. حتى من صار النظام الكتروني ظل هذا المخطط ثابت. السبيرومتري تنقسم بالدرجة الأساسية إلى مجموعتين، اكو فحوصات نسميها ستاتيك تيست واكو دايناميك تيست. شنو فرق الستاتيك عن الدايناميك؟ الستاتيك تسوي تيست بدون أي اعتماد على الوقت. It is not time dependent. يعني شلون؟ يعني اخلي البيشنت ياخذ نفس براحته ويعطي نفس براحته، ما اقيده واقول له لازم خلال كذا ثانية تنفخ اقوى ما يمكن او بسحب اقوى هواء ممكن. عكس الدايناميك تيست، الدايناميك تيست يكون تايم ديبندنت، له علاقة بالوقت. هذه النقطة الأولى. الستاتيك تيست نقيس به الفوليومز والكاباسيتيز، شوف الأحجام والساعات اللي رأيتها. أما الدايناميك تيست نقيس به ريت اوف فلو، معدل وسرعة الجريان، جريان الهواء طبعا. انسايد او اوت اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. وهذا الفرق الرئيسي بين الستاتيك تيست والدايناميك تيست. الستاتيك فانكشنز راح اقيس بها مثل ما اتفقنا It is not time dependent، ما لها علاقه بالوقت، ونقيس بها الفوليومز and capacities. Basically we have four volumes and four capacities، اربع احجام واربع ساعات. الاحجام هي كالاتي، اولا عندي التايدل فوليوم، عندي الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، عندي الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، عندي الريزيجوال فوليوم. واحد واحد راح نشرح ان شاء الله بتفاصيل اكثر. بالجهه المقابله عندي فور كاباسيتيز اللي هي الانسبيراتوري كاباسيتي، دي فانكشنال ريزيجوال كاباسيتي، دي فايتال كاباسيتي، اند دي توتال لانج كاباسيتي. كل واحد بمختصر، مختصر اتمنى لو تحبوه يكون اسهل بالاستعمال، واذا ما تقدر استعمل الجمله كلها. يعني مثلا ممكن ما اقول تايدل فوليوم، اقدر اقول تي في او في تي، ماكو مشكله. ممكن ما اقول مثلا توتال لاين كاباسيتي، اكتب تي ال سي، فيكون اسهل الك بالامتحان. مقبول اثنيناتهم، سواء تكتب المختصر او الكلمه كلها، بس رجاء توخى الدقه. هذا الدايجرام اللي بدنا نشوفه، هذا مثل ما يسمى بالسبايروغرام او سبايروغراف، اللي حصلنا بعد حصلنا عليه بعد ما سوينا السبايرومتري. اذا تلاحظون راح تنتبهون تشوفون المحور العمودي بارقام تمثل الفوليوم احجام اللي هي من 0 الى 6. اما المحور الافقي ما به اي وحده، ما له علاقه لا بوقت ولا بسرعه ولا باي شيء. ليش؟ لانه هذا static test it is not related to time، ما احتاج احسب بالوقت ايش قد يصير، احتاج احسب الحجم ايش قد. فراح استعمل هذا وقيس احجام والساعات الرئتين volumes and capacities. اذا لاحظ راح نشوف اربع خطوط رئيسيه بالجرام. واحد اللي تقريبا يم رقم ثلاثه شويه اكثر منه، هذا normal expiratory level، نورمال اكسبيراتوري ليفل، يعني من دا اتنفس براحتي، من اطلع الهواء براحتي ما انفخ اكثر من الطبيعي، هذا الحد اللي اوصل له هو النورمال اكسبيراتوري ليفل. دي فوق عنا يوم رقم اربعه بدنا نشوف النورمال انسبيراتوري ليفل، يعني مثل اخوه هذا المستوى اللي اوصل له بالشهيق بدون ما اخذ هواء قوي او هواء اضافي، هذا النورمال انسبيراتوري ليفل. فوقهم يعني فوق النورمال انسبيراتوري ليفل اكو خط، هذا يمثل الماكسيمم انسبيراتوري ليفل، يعني اذا اخذت نفس قوي ايش قد ما اقدر، هذا الخط اللي اوصل له وبعد ما اقدر اعبره، هذا يمثل الماكسيمم انسبيراتوري ليفل. اما جوا النورمال اكسبيراتوري ليفل اكو خط ثاني نسميه الماكسيمم اكسبيراتوري ليفل، هذا يعني ايش قد ما اطلع نفس قوي
واوصل اخر حد، هذا نسميه الماكسيمم اكسبيراتور ليفل. اذا للتاكيد عندي النورمال انسبيراتور ليفل فوق الماكسيمم انسبيراتور ليفل، عندي النورمال اكسبيراتور ليفل وجوا ماكسيمم اكسبيراتور ليفل. هسه نبلش ونشوف الفوليومز شلون نحسبها. لنج فوليومز عندي اربعه، اول واحد من عندهم هو التايدل فوليوم. التايدل فوليوم مثل ما نشوف نقول للشخص تنفس براحتك، اوفر انسبيريشن واكسبيريشن براحتك. فهذا النفس من يدخل الهواء ويطلع بيحرك القلم مالت الجهاز بيعطيني هذا الويف، انسبيريشن تنزل اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن. بس هذا التذبذب ما يتجاوز اللاينين مالت الريست او النورمال انسبيراتوري والنورمال اكسبيراتوري ليفلز، فده يعطيني شكل شبيه بالامواج مالت المحيط التايدز اوف ان اوشن، لذلك سميناه بالتايدل فوليوم اللي تقريبا قيمته نص لتر 500 ملي لتر اوف اير. This is called the tidal volume اللي هو كمية الهواء اللي يدخل in and out of the lung at rest. يعني هسه من قاعد تسمع المحاضرة المفروض ما قاعد تركض، قاعد at rest، فهذا اللي تتنفس هذا التايدل فوليوم. خلصنا اول فوليوم. اذا قلنا للتست سبجكت انه اخذ نفس براحتك، بس من توصل نهايه الانسبيريشن حاول تاخذ ايش قد ما تقدر هواء، يعني ضيف كميه ايش قد ما تقدر من الهواء، فيجي يتنفس بهدوء انسبيريشن اكسبيريشن انسبيريشن اكسبيريشن، حد ما وصل بالانسبيريشن وصل لنهايه الريستفول انسبيريشن راح ياخذ شهيه قويه، ياخذ نفس. ونشوف الدايجرام الكيرف راح يصعد لانه اتفقنا انسبيريشن ابر ديفليكشن، راح يصعد لحد ما يوصل ليفل معين بعد ما يقدر يتجاوزه، يعني تنك خلاص ما يقدر يجيب هواء اكثر. اذا وصل يا ليفل وصل للماكسيمم انسبيراتوري ليفل، وراها راح يرجع يطلع الهواء بالاكسبيريشن ويرجع يتنفس اعتيادي، نقدر نقول ارجع يتنفس اعتيادي. هسه اذا نجي نلاحظ في شيء، كميه الهواء الاضافيه اللي اخذها التست سبجكت بعد التايدل فوليوم هذا راح يعطيني فد فوليوم جديد سميناه بالانسبيراتوري ريزيرف فوليوم. انسبيراتوري ريزيرف فوليوم اذا هو شنو؟ The additional amount of air that can be breathed in above the level of the tidal volume. ايش قد كمية هواء اضافي اقدر اتنفسها above the level of the tidal volume. نفس الشيء اقدر اقول له من تتنفس اعتيادي ارجع ارتاح وتنفس اعتيادي، من توصل لنهاية الاكسبيريشن ات ريست حاول تطلع هواء ايش قد ما تقدر. هو راح ياخذ inspiration expiration inspiration expiration، بس وصل نهاية الاكسبيريشن ات ريست راح ينفخ ايش قد ما يقدر، فراح يطلع الهواء additional amount of air can be breathed out لحد ما يوصل ليفل ما يقدر يتجاوزه بعد، خلاص وصل حدها. هذا الليفل شنو؟ هو الماكسيمم اكسبيراتوري ليفل، ويرجع يتنفس اعتيادي للتعدل الفوليوم حتى يرتاح. فاذا لاحظ كميه الهواء الاضافيه اللي سحبها بعد التعدل الفوليوم، العفو كميه الهواء الاضافيه اللي طلعها بعد التعدل الفوليوم، هذا نسميه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. اذا شنو اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم؟ هو الاديشنال امونت اوف اير ذات كان بي بريثد اوت بيوند ذا تايدل فوليوم. اوكي، بس كملنا التايدل فوليوم انسبيراتوري ريزيرف فوليوم اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. السؤال انه ليش سميناه انسبيراتوري ريزيرف واكسبيراتوري ريزيرف؟ احتياطي، هي اساسا كلمه ريزيرف هي خزين او احتياطي. هذا ايش يصير؟ لما ات ريست يو ار بريثنج ان وات از كولد التايدل فوليوم، بس وات هابنز اف يو ستارت اكسرسايزنج، بلشت تشتغل تمرين، فراح تحتاج مور oxygen and you need to get rid of more carbon dioxide. Oxygen جيبه عن طريق breathing in fresh air، والcarbon dioxide انه طلع عن طريق تتخلص منه عن طريق طلع more air outside your body. فتحتاج more inspiration and more expiration. اذا مين راح تاخذ؟ راح تاخذ من inspiratory reserve من expiratory reserve لحد ما توصل للmaximum inspiratory reserve، والmaximum expiratory reserve you cannot breathe out اكثر ولا بريث ان اكثر، فهذا الليمت مال يور توليرنس تو اكسرسايز او اللياقه. فهذا سبب تسميتهم انسبيراتوري ريزيرف فوليوم واكسبيراتوري ريزيرف فوليوم. ورا ما كملنا ذا 3 فوليومز اكو عندي ملاحظه صغيره.
إذا سألنا التست subject to breathe whatever he can of air out of the lung يتنفس يتخلص من كل الهواء الموجود برئة. فسؤالي تضمن أنه اللانج بهالحالة ورا ما تنفس أو سوى زفير قوي اللانج completely emptied from air فرغت تماما من الهواء لو بقى جزء من الهواء باقي ما يطلع من اللانج أكيد راح يبقى جزء من اللانج فهذا العفو جزء راح يبقى جزء من الهواء باللانج هذا الهواء المتبقي باللانج اللي ما يقدر يطلع هذا نسميه الحجم المتبقي residual volume إذن residual volume is the amount of air that remain in the lung after forceful expiration. بالدياجرام وين أشوفه؟ أجي أشوف وين نهاية ال expiratory reserve volume وصلت لل maximum expiratory level هذا اللاين منه فما دون هذا الحجم الهواء المتبقي اللي تقريبا يطلع يعني في لتر أو كذا الرقم موجود بالمحاضرة ما ضابطه بصراحة. السؤال الثاني ليش دي يبقى هذا residual volume؟ شنو فائدته؟ الفائدة مالت residual volume انه احنا نعرف الالفيولس هي عبارة عن سفير او تشبه البالون اذا جبنا نفاخة منفوخة فشيناها راح يصير بيها كولابس لحد ما وول يطبق على الوول الثاني من ارجع نفخها ما عندي مشكلة لحد الان ماكو مشكلة اذا جبنا الالفيولس وتشبه النفاخة وخليناها تتفرغ تماما من الهواء تعرفون اللايننج مالت الالفيولس يكون lined with water اكو طبقة مي فما راح يطبق جدار ويا جدار مثل النفاخة من اريد افتحهم بالنفس الثاني راح يكون صعب جدا ليش انه هذا الادهيشن مالت الواتر مالكيول مثل ما كنا نقول اللانج تلطش على الشيست وول عن طريق الثين فيلم اوف فلويد موجود بالبلورال كافيتي هذا الطبقة الخفيفة من الفلويد تخلي اللانج لاطش على الشيست وول نفس الشيء هذا المي الموجود بالالفيولس راح يخليها لاطشة وصعب نفتح الجدار فشوف النفس الثاني راح يكون صعب جدا واحتاج انرجي عالية وحتى لو دبرت النفس الوراء شلون والوراء شلون اذا الحكمة انه لازم يبقى جزء من الهواء يمنع تماسك او التصاق الجدارين مات الالفيولس هذه وظيفة مهمة للريزيدوال فوليوم واضح ان شاء الله هنا كملنا الفوليومز اريدك تنتبه على فد شيء بسيط انه ذن الفور فوليومز من تلاحظهن بالدياجرام راح تشوف كل واحد مفصول عن الثاني يعني اللانج فوليومز they do not overlap with each other ما حد داخل ويا الثاني اكو حدود فاصله واضحه بيناتهم من اجي اشوف اللانج كاباسيتيز راح اشوف I have four different lung capacities راح نجي عليهم واحده واحده بس بالبداية لازم نفهم ان الكاباسيتي هي جاية من مجموعة اثنين او اكثر من lung volumes الكاباسيتي is the summation of two or more lung volumes فمثلا اذا جيت جماعة التايدل فوليوم ويا الانسبيراتور ريزيرف فوليوم راح ينتج عندي ما يسمى الانسبيراتور كاباسيتي اما اذا جيت جماعة الاكسبيراتور ريزيرف فوليوم ويا الريزيجوال فوليوم راح يطلع عندي ما يسمى بالفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي إذا جمعت كل الـ lung volumes ما عدا الـ residual يعني أجمع الـ inspiratory reserve volume ويا الـ tidal volume ويا الـ expiratory reserve volume دول الثلاثتهم راح يعطيني ما يسمى بالـ vital capacity أما إذا جمعت أربعتهم راح يطلع عندي ما يسمى بالـ total lung capacity أو TLC من هذا راح نشوف إنه الـ capacity تتداخل واحدة ويا الثانية مثلا مثل ما نشوف الـ inspiratory capacity متداخل ويا الـ vital capacity والـ total lung capacity متداخل ويا الـ vital capacity متداخل ويا البقية إذا الـ capacities they overlap with each other هسه نجي على مبدئين صغار المبدأ الأول هذول الـ volumes الـ inspiratory والـ tidal والـ expiratory volume أقدر أحسبهم لأنه الشخص تنفسهم وطلع في الجهاز وكشفهم الجهاز بس الـ residual volume تتوقع اقدر احسبه بهاي الطريقة العادية مال الـ spirometry الـ residual volume بما انه ما راح يطلع من اللانج فما راح يكشف الجهاز اذا residual volume is the only volume that cannot be measured by spirometry هذا ملاحظة جدا مهمة والحجم الوحيد اللي ما اقدر احسبه بالجهاز
وكذلك كل شيء داخل من الكاباسيتيز داخل بيه الريزيجوال فوليوم هم نقدر نحسبها بالاسبارومتري. مثل ايش؟ الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي اللي جاي من مجموع الاكسبيراتوري سيف ويا ريزيجوال فوليوم، بما انه هذا الريزيجوال فوليوم كانت بي ميجر باي سبارومتر، اذا الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي هم ما اقدر احسبها. كذلك التوتال لان كاباسيتي ما اقدر احسبها. هذول الثلاثه اقدر احسبهم، بس هذا الاخير ريزيجوال فوليوم ما اقدر. فاذا تي ال سي كان نوت بي كالكوليتد. اذا كل شيء يدخل به ريزيجوال فوليوم كان نوت بي ميجرد باي سبارامتر. لازم اكو طريقه ثانيه حتى اقيس بها الريزيجوال فوليوم. هذه مو مسؤوليتكم، بس من باب الاطلاع اكو طرق مثل بادي بلاتيزموغرافي، النيتروجين واش اوت ميثود and so on، والهيليوم ديليشن ميثود and so on. من اجي احسب الباتل كاباسيتي، هي للتذكير الباتل كاباسيتي مجموع الانسبيراتور ريزيرف فوليوم زائد التادل فوليوم زائد الانسبيراتور ريزيرف فوليوم. من اجي احسب الباتل كاباسيتي قد يواجهني مصطلحين، مره نسميها انسبيراتوري باتل كاباسيتي، مره نسميها اكسبيراتوري باتل كاباسيتي. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق كالاتي، انه الاكسبيراتوري باتل كاباسيتي احسبها بالاكسبيريشن، اما الانسبيراتوري احسبها بالانسبيريشن. خلينا نجي نشوف الاكسبيراتوري فايتال كاباسيتي اللي نحسبها بالاكسبيريشن شلون تصير. اجي للتست سبجكت واقول له بريث ان اند اوت نورمال، يعني تنفس بالتادل فوليوم. بعدين اقول له ايش قد ما تقدر اخذ نفس، يعني ايش داس اقول له اخذ تادل فوليوم واخذ انسبيراتوري ريزيرف فوليوم لحد ما وصل للليمت ما يقدر ياخذ اكثر. من هاللحظه اقول له طلع الهواء ايش قد ما تقدر، فراح ينفخ بالاكسبيريشن، راح يطلع اول شيء inspiratory reserve volume، بعدين tidal volume، بعدين expiratory reserve volume لحد ما وصل للحد اللي ما يقدر يطلع بعد اي هواء، اذا وصل الى residual volume. فهذا مجموع دول الثلاثه طلعوا سميناه vital capacity، بس لانه صارت expiration سميناها expiratory vital capacity. الانسبيراتوري vital capacity نفس المبدا بس التوقيت يختلف. نقول له التست سبجكت تنفس اعتيادي، بعدين طلع الهواء ايش قد ما تقدر، فراح يتنفس بالتادل فوليوم، بعدين يسوي اكسبيريشن طلع كل الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم لحد ما يوصل للحظه اللي ما يقدر يطلع بها اي هواء اكثر، يعني وصل للريزيجوال فوليوم. من هاي اللحظه نقول له اخذ نفس ايش قد ما تقدر، فراح يبلش ياخذ نفس انسبيريشن، اول شيء راح يدخل الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، بعدين تادل فوليوم، بعدين انسبيراتوري ريزيرف فوليوم لحد يوصل في الدرجه بعد ما يقدر يجيب هواء اكثر. فهذه الباتل كاباسيتي لمجموع دول الثلاثه لانه صارت بالانسبيريشن سميناها انسبيراتوري باتل كاباسيتي. اوكي، ليش مره نحسب الاكسبيراتوري مره انسبيراتوري؟ لانه بالابستراكشن اذا اكو عندي ابستراكشن بالاير واي راح نشوف الاكسبيراتوري باتل كاباسيتي تكون اقل من الانسبيراتوري باتل كاباسيتي. فهذا تفيدني انه اعرف اكو obstruction او ماكو obstruction. هسه راح نشاهد dynamic lung function testing اللي مثل ما اتفقنا سميناها dynamic لانه it is related to time، لازم نسويها with relation او with respect to time. التوقيت هنا جدا مهم، وهذا نستعملها حتى نشوف الفلو rates، معدل الجريان، السرعه وكميه الهواء اللي يطلع ويدخل اللانج. هذا نستعمل ما يسمى بالدايناميك لانج فانكشن تيستينج. التست الاول اللي هو الفوليوم تايم جراف، هذا واحد من دايناميك لانج فانكشن تيستينج. هذا راح يحاول يربط بين الفوليوم والتايم. اوكي، فنجي نقول للتست سبجكت اخذ ايش قد ما تقدر هواء، فراح ياخذ فول ديب انسبيريشن لحد ما يوصل في الليمت، بعد ما يقدر ياخذ هواء اكثر ويحبس النفس. تتوقع يا لما توصل يا كاباسيتي وصل، هو اخذ اساسا كان عنده ريزيجوال فوليوم واخذ فوقه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هاي اثنين، اخذ وياه تايدل فوليوم هاي ثلاثه، اخذ وياه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم هاي اربعه، لما اول ذا فور لانج فوليومز ور تيكن، اذا يا كاباسيتي وصل ثاني وصلت للتوتال لانج كاباسيتي، اذا بهاي النقطه حاليا الشخص ماخذ نفس واللانج واصل للتوتال لانج كاباسيتي اللي هي نقطة الصفر هنا. بهاللحظة راح نقول له انفخ ايش قد ما تقدر اقوى ما يمكن واسرع ما يمكن. As much as you can. As fast as you can. As forceful as you can. فراح ينفخ بسرعة وبقوة.
نشوف الهواء راح يطلع بسرعة، بعدين يبلش يقل معدل جريان الهواء، نشوف الفوليوم بالبداية يكون سريع، بعدين يقل الفوليوم إلى حد ما يصير فلاتنينج أوف ذا كيرف، بعد ما يطلع في شيء. يعني تتوقع وين وصل هنا؟ لما نطلع كل الهواء وصل لدرجة أو النقطة أنه ماكو هواء بعد يطلع، إذا شنو وصلنا؟ وصلنا للريزيدوال فوليوم. أوكي؟ يعني طلعنا الاكسبيراتوري فوليوم والتايدل فوليوم وطلعنا الانسبيراتوري، هذول الثلاثة اللي طلعناهم أساسا شو نسميهم؟ يا كاباسيتي، هذا نسميهم فايتال كاباسيتي. بس لأنه سويناها بقوة مو ريلاكس نسميها فورست فايتال كاباسيتي، اللي هي المختصر مالتها الاف في سي، فورست فايتال كاباسيتي. فالشخص بلش من التوتال لاين كاباسيتي، طلع الفورست فايتال كاباسيتي لحد ما وصل للريزيدوال فوليوم. هنا التوتال لاين كاباسيتي بالنهايه الريزيدوال فوليوم، واللي طلع هو الفورست فايتال كاباسيتي. من هذا الكيرف راح نلاحظ في نقطة مهمة جدا، نشوف بالتوقيت أول ثانية إيش قد طلع هواء. فرضا هنا خلينا نقول طلع 4 لتر، فهذه كمية الهواء اللي طلعت بأول ثانية نسميها FEV1. الF من فورست، الE من اكسبيراتوري، والفي من فوليوم، وال1 هو الفيرست سكند. اذا اف اي في 1 هو كميه الهواء اللي تطلع خلال اول ثانيه. هنا ما انتهت القصه، هذا الدايجرام يفيدني من بان استنتج في نسبه جدا مهمه، هي نسبه الاف اي في 1 على الاف بي سي. من اقسم الاف اي في 1 على الاف بي سي لازم يطلع مو اقل من 80% او 0.8. ليش؟ لأنه ما لا يقل عن 80% من الهواء اللي يطلع راح يطلع خلال أول ثانية، وال 20% البقية راح يطلع بالثواني الجاية، سواء 4 أو 5 ثواني اللي باقية. فهنا جدا مهم أنه أعرف الـ FEV1 أقسمها على الـ FVC راح يطلع 80% فما فوق، هذا معناته النورمال. هنا راح نحاول نميز بين ما يسمى بالأوبستركتيف والريستركتيف لانج ديزيزز، يعني الأمراض اللي يصير باللانج نتيجة الأوبستركشن بالإير واي، أو نتيجة الريستركشن يعني إذا صير باللانج بارنكايما بحيث يصير بها ريستركشن مدى تقدر تتوسع فاحت، يعني قللت الكمبلاينس. الأوبستركتيف مثل ما نشوف هذا الجدول، الأوبستركتيف ديزيزز تصير بسبب الليميتيشن أوف ذا إير فلو ديو تو بارشل أو كومبليت أوبستركشن. اكو انسداد سواء جزئي او كلي بالمسلك التنفسي فيأثر على الاير فلو. اما الريستركتيف السبب مالته هو reduced expansion of the lung parenchyma accompanied by decreased total lung capacity. يعني بهالحاله شنو؟ اللانج كاباسيتي اساسا تظهر وما تقدر تتوسع اللانج مثل الاول، الكمبلاينس مالتها قلت. يعني مختصر مفيد ثاني بالاوبستركتيف اللانج فوليوم طبيعي ما في مشكله، بس ما تريد تتفرغ تلقى صعوبة. يعني بمعنى آخر الأوبستركتيف ديزيزز اللانج فوليوم طبيعي، حجم الرئتين تأخذ هواء طبيعي، بينما بالريستركتيف حجم الرئتين أقل من الطبيعي. هاي واحد. فالمثال للأوبستركتيف مثلا انفيزيما أو الكرونيك برونكايتس، أما مثال للريستركتيف مثل اللي تشوف الانترستيشال لانج ديزيز اند سو اون، هذه مو مهمة تحفظها. بنجي على الأوبستركتيف ديزيزز، اللانج فوليوم نفسه ما في مشكله، حجمها طبيعي، لذلك التوتال لانج كاباسيتي هو النورمال. اما بالريستركتيف لانه البارنكايمال ديزيز وتحول يعني صار مثلا اديشن اوف فايبرز تيشو او مور الاستيك فايبرز، فشوف الاكسبانشن اوف ذا لانج ما يكون مثل الاول، راح يكون اصغر، فالتوتال لانج كاباسيتي راح تقل، حجم الرئتين راح يكون اقل من الطبيعي. هاي اول نقطه، التوتال لانج كاباسيتي بالابستركتيف نورمال، بالريستركتيف يكون اقل. بنجي نشوف الفورس فايتال كاباسيتي، خلينا نجي على هذا الدايجرام، نشوف اللون الازرق يمثل النورمال لانج، فدي يصير اول شيء اكسبيريشن تقريبا 80% دي يطلع خلال الثانيه الاولى والباقي دي يطلع براحته، وهذا سميناه الفورس فايتال كاباسيتي، وهذا باول ثانيه الاف اي بي 1. واتفقنا نقسم هذا على هذا راح يصير عندي 80% فما فوق. بنجي على اللون الاحمر بالاوبستراكتيف ديزيز، نشوف من ينفخ بقوه هو ما عنده مشكله، فولز فايتال كاباسيتي راح تطلع نفس النورمال.
اوكي، يعني حجم اللانج هو اوكي، ما بي اي مشكله. بس المشكله وين؟ المشكله انه عند خلال الثانيه الاولى ما راح يطلع 80%، راح يطلع اقل، لانه كونسيدات takes longer time to empty حتى تتفرغ الريتين. فاذا بالابستراكتيف ايش راح نلقى؟ راح نلقى الفولز باتل كاباسيتي نورمال اوكي، بينما الاف اي بي مال مال تشبي راح يكون اقل reduced. او بالريستركتيف هذا الدايجرام بالجهه اليمنى اللون الاخضر، نفس الشيء اللون الازرق مثل النورمال لانج. او بالريستركتيف لانج ديزيز اللانج فوليوم اقل، التي ال سي توتال لانج كاباسيتي اقل، فلذلك من يطلع الهواء كله الفوز باتل كاباسيتي راح تطلع، راح تكون اقل من النورمال. فنشوف اول نقطه انه الفوز باتل كاباسيتي راح تقل، بس هو ما عنده مشكله يطلع تقريبا 80% من الهواء لانه ما عنده انسداد في المسلك التنفسي، فراح يطلع 80% من الهواء خلال اول ثانيه. يعني اف اي بي 1 ما تشبهها نورمال، وقد بعض الاحيان يصير فيها ريدكشن بس هي موستلي نورمال. اذا صار نشوف نجي على الفولس باتل كاباسيتي بالابستراكتيف نلقاها نورمال، اما بالريستركتيف راح نلقاها ريديوست. اما الاف اي بي 1 بالابستراكتيف راح نشوفها قلت، بالريستركتيف راح نلقاها نورمال. فنقسم هذا على هذا حتى نطلع الـ FEV1 على الـ FVC ratio، راح نشوفها أقل من 80% بالأبستراكتيف وطبيعية، وحتى بعض الأحيان تزداد بالريستركتيف. فهذا اللي يفيدنا التست حتى نميز هل هذا أبستراكتيف ديزيز أو ريستركتيف ديزيز. كذلك الـ Dynamic Lung Testing قد يتضمن ما يسمى بالـ Flow Volume Loop. الفلو فوليوم لوب اللي راح تحاول تربط لي بين سرعه الجريان الفلو ريت ويا الفوليوم، ايش قد حجم الجريان او حجم الهواء اللي يطلع ويدخل اللنج. هنا راح نجي البيشنت او التست سبجكت نقول له تيك از ماتش از يو كان اوف اير، فراح ياخذ هواء قوي لحد ما يوصل للنهايه، بعد ما يقدر ياخذ نفس اكثر، معناته من وصل للتوتال لانج كاباسيتي. اذا بهاي النقطه صفر هو حاليا بالتوتال لانج كاباسيتي. هنا راح نسجل التايمر ونقول له انفخ ايش قد ما تقدر واقوى ما يمكن واسرع ما يمكن، فراح يسوي فول اكسبيريشن، ينفخ نفخه قويه. فنشوف راسا اللي يبلش جزء كبير من الهواء يطلع بسرعه، هذا تقريبا 8 توصل الى 8 لتر بالثانيه معدل الجريان، بعدين تقل السرعه شويه شويه جوا 8 لحد ما توصل 4 3 2 الى حد ما توصل صفر، بعد ما يقدر يطلع هواء اكثر من هذا، معناته توصل للريزجوال فونيوم. بنوصل لهاي النقطة راح نقول له اوكي ارجع نفس، اخذ نفس قوي وبسرعة، فراح ياخذ انسبيريشن، هاي السرعة مالته يبدأ يكون سريع، بعدين السرعة تقل شوي شوي لحد ما توصل للصفر، ما يقدر ياخذ بعد نفس أكثر، يعني رجع للتوتال لانج كاباسيتي. فصار عندي هذا الشكل المميز اللي النص الفوقاني هذا نسميه الاكسبيريشن، والنص الجواني هذا الانسبيريشن، فصار مثل شراع على القارب، السيل اون بوت، هذا شكل مميز. استعملوه أخصائي الطب التنفسي من يتغير هذا الشكل يعطي different modalities according to the pathology of the disease، فيقدر يشخص بين different diseases إذا كان obstruction أو asthma أو foreign body وهكذا. بالنسبة لك بس أهم شيء تفهم شلون دي يصير expiration والinspiration. هنا بهذا الدايجرام راح يراوينا في بعض المصطلحات اللي استعملها بالسبايرومتري او بالديناميك لينك فانكشن تيستينج، بس اريدك تقطع عليها يعني مو ديش الاهميه بهاي المرحله اللي هي البيف والبيف. بالبدايه مثل ما اتفقنا التست سبجكت تسوي اكسبيريشن فول، نشوف السرعه مع الجريان تزداد لحد ما توصل للماكسيموم، وبعدين ترجع تقل شويه شويه لحد ما توصل للصفر، ونقول له اخذ نفس، فترجع السرعة مع الجريان تزداد بالبداية، بعدين تستقر إلى حد ما تبلش تقل شوي شوي لحد ما توصل بالصفر. هذا بالإنسبيريشن. فأعلى سرعة الجريان وصلناها بالإكسبيريشن نسميها بالبيب اللي هي بيك إكسبيريتوري فلو، وأعلى سرعة الجريان وصلنا لها بالإنسبيريشن نسميها بالبيب أو بي أي إف اللي هي بيك إنسبيريتوري فلو. هذا الفرق بين البيب والبيب. هذه يعني خليها للاطلاع فقط. هسه حاليا نجي على ما يسمى بالديد سبيس. الديد سبيس شنو؟ يعني الحيز الميت، يعني
any part of the respiratory system that does not participate in gas exchange راح نسميه dead space. ما ادري شلون بالتبادل الغازي. dead space بكل بساطه يقسم الى ثلاث اجزاء. اكو عندي anatomical dead space، اكو alveolar dead space، اكو physiological dead space. الاناتوميكال التشريحي هذا الثابت، هذا يضمن كل منطقه الكوندكتيف زون. واحنا نعرف كوندكتيف زون اساسا ما بيها الفيولاي، فما يصير بيها جاز اكشينج، لذلك راح نسميها اناتوميكال ديد سبيس اللي هي تقريبا 150 مللتر من الهواء. فيضمن كل الكوندكتيف زون. هذه اناتوميكال ديد سبيس. اوكي، الفيولاي ديد سبيس شنو؟ هي كل منطقه بالريسبيرتوري زون مدى تساهم بالجاز اكشينج. زين ليش مدى تساهم بالجاز اكشينج؟ هسه الالفيولس تعرفون لازم يجيها هواء ولازم يعني فنتليشن ولازم يجيها بلاد يعني بيرفيوجن حتى يصير تبادل غازي. فاذا وقفت مثلا البلمونري بلاد فلو، وقفت البلاد، فحتى لو اجى فنتليشن اجى هواء بس ما راح يجي بلاد تو اكشينج غازز وذ ات. فبهاي الحاله راح يصير بارتيسبيشن بجاز اكشينج؟ لا. اذا هذا نسميه الفيولار ديد سبيس. الحالة الثانية لو عندك البلاد ده يمشي ما عندك مشكلة، يعني البيرفيوجن ما عندك فيه مشكلة، بس اكو اوبستراكشن بحيث الفنتليشن ما يوصل لها الالفيولس. فلما ماكو الفنتليشن اساسا ماكو فريش اير تو اكسشينج غازز وذ البلاد، فما تساهم بالتبادل الغازي. اذا هذه هم تطلع المعادلة مال التبادل الغازي نسميه البلاد ديد سبيس. الفيزيولوجيكال ديد سبيس هو مجموعهم اثنيناتهم الاناتوميكال زاد الالفيولا ديد سبيسز. بس بالنورمال سيتويشن المفروض جسمك كل الالفيولا شغاله 100% يصير بها غاز اكشينج. فالمفروض بالنورمال سيتويشن مو بالباثولوجيكال كونديشنز الفيزيولوجيكال يساوي الاناتوميكال. اوكي، نطلع الالفيولا ديد سبيس من الحسبه لانه نورمال زيرو هو. هسه نجي على ما يسمى بالفنتليشن ريتس. عندنا تو تايبس اوف فنتليشن ريتس، مره نحسب المينت فنتليشن ريت ومره نحسب الفيلر فنتليشن ريت. شنو الفرق بيناتهم؟ المينت فنتليشن ريت دي يقول لك قد هو دي يدخل ودي يخرج من البلمونري سيستم بير يونت تايم اللي هي 1 مينت. هسه هذا الهواء اللي يدخل ويخرج ما له علاقه وصل جاز اكشينج ما وصل جاز اكشينج، الحجم الهواء كله اللي يدخل باللنج بالدقيقه الواحده. فشلون احسبه؟ احسب انه اقول ايش قد يدخل هواء بالنفس الواحد او يخرج بالنفس الواحد اللي هو التايدل فوليوم بعدد مرات التنفس بالدقيقه الواحده، اضرب هذا في هذا وراح يطلع عندي المينت فنتليشن ريت او ما يسمى بالبلمونري فنتليشن. فاجي اقول 500 تايدل فوليوم في مثلا 10 البريث بير مينت والريسبيرتوري ريت، فراح يطلع 5 لتر هذا بالدقيقه يدخل ويخرج الجهاز التنفسي هواء. زين الالفيولر فنتليشن ريت شنو؟ الالفيولر دي يقول لك مو كل الهواء اللي سويت له انسبيريشن هو وصل للجاز اكشينج اريا او جاز اكشينج زون، جزء من عنده ظل بالديد سبيس خاصه عند الكميك ديد سبيس. فانا اريد اشوف بس الفريش اير اللي دخل الهواء الفريش اللي دخل منطقه التبادل الغازي هذا اللي يهمني. شلون احسبه؟ اقول اوكي انه بالدقيقه الواحده ايش قد يدخل هواء او بالنفس الواحد ايش قد يدخل هواء التايدل فوليوم هو اللي هو 500، نقص من عند ال 150 مال الديد سبيس نضربها في الريسبيرتوري ريت راح يطلع عند الالفيولار فنتليشن، يعني ايش قد دخل هواء للالفيولاي بالدقيقه الواحده. فاجي اقول 500 ناقص 150 اضربها في 10 يطلع 3.5 لتر. فهذا الفرق بين المينت فنتليشن ريت والالفيولار فنتليشن ريت. شكرا وقتكم، وإن شاء الله محروسين بإذن الله.